سلام عليكم. ده راجل شاطر ولابس الكمامه كله تمام صح؟ لف كده بص وراك، شايف الراجل ده؟ ده بقى تعبان وعنده انفلونزا وممكن تكون كورونا. تقدر تبعد عن كحته؟ صعب مش كده؟ بس انت لابس كمامه يبقى انت في السليم ومفيش مشكله صح كده؟ للاسف مش صح قوي. الكمامة ممكن تفيدك إذا كنت بتقدم الرعاية والعلاج لشخص مريض وإنت متدرب على استعمالها، أو في حالة إنك كنت بتعاني من أعراض المرض وخايف تنقله للي حواليك. لكن استخدامها في غير الحالات دي ممكن يكون سبب في إصابتك إنت بالعدوى مش حمايتك منها. كتير من الكمامات الموجودة مش مناسبة لفيروس كورونا، والفيروس بيعدي من الفتحات بتاعتها. وكمان لو لبستها بطريقة غلط أو لمست وشك وإنت لابسها، فأنت بتوصل الفيروس لجهازك التنفسي ومنه يوصل للرئتين وللدم ويسبب المشاكل لا سمح الله. طيب إيه أهم حاجة؟ أعتقد كلنا بقينا حافظين، نغسل إيدينا كويس بالمية والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وما نحطش إيدينا على وشنا نهائياً من غير ما نغسل إيدينا، ودايما نخلي فيه مسافة متر ونص على الأقل بيننا وبين اللي قدامنا. شوف دلوقتي تفادي الرذاذ بقى أسهل إزاي؟ وفي الآخر بنقول لك ما تخليش القلق يسيطر عليك. كل اللي علينا، تعالى يمين كده شوية، أيوة، إننا نقلل سرعة انتشار المرض. حاول ما تنزلش من البيت إلا للضرورة القصوى، وساعد الناس اللي مضطرة تنزل إنها تخفف من نزولها شوية. اعزل نفسك بعيد عن الناس وخصوصا كبار السن واللي مناعتهم ضعيفة. كل أكل صحي واشرب سوائل كفاية، وإن شاء الله الموضوع هيعدي على خير. وقول لنا بقى، أنت بتاخد احتياطاتك إزاي؟